ايه يا جماعه بسم الله. السلام عليكم اخويا. هو المشكل اللي عندنا بان في حي سمار الزنقه واحد بان انقطاع التيار اخويا كهرباء ياك اخويا وسميتو درنا اخويا عده شكايات بزاف اخويا وما بغاش يديروا معنا شي حل بان ما بغا ما فهمش ما بغاوش كيجيو وليديك اخويا كيضربوا الدوره وكيمشيو حشوم عليهم وتال عساس عندنا في الدربه مشى دار شكايات بزاف وما قبلهمش ليه علاش هادشي علاش؟ شحال هاد الشكايات دير شو شحال المدة ديالك؟ مدة الشكايات 4 أشهر أخويا بزاف أخويا والعساس ديال الدرب عاوتاني مشى عندهم مؤخرا وهضر معاهم أخويا وما جاوش كاع حشومة عليهم والله حتى حشومة راه عندنا أمهات عندنا خواتاتنا أخويا سمعنا أنه كيطرحنا الكريساج بليجو بصح ولا لا؟ أخويا راه عندنا أمهات ديالنا وخواتاتنا أخويا والعساس أخويا راه الله يخلي لينا راه داير خدمته أخويا بأن عندنا أمهاتنا أخويا راه كيكريساو بالليل وعندنا حتى الدراري الصغار صاحبي الدراري الصغار كيخرجوا الطنوبيات كيدوزوا مجاهدين اخويا حشومه عليهم حشومه وكنطالبوا اخويا باننا يجيو يديروا لنا شي تاول في الدرب شي يديروا لنا التيار ديالنا ديالنا وبنجبد وكنجبد هذا الموضوع خاصه اصلا بان اخويا بان البطاله اخويا قتلاتنا والله قتلاتنا بزاف اخويا انا عندي الباك وعندي ديبلوم ديال لانفوغرافي حشومه عليكم حشومه والله والسلام عليكم دابا راه كيما قال لك الدري راه من رمضان ودو مقطوع علينا كنعانيو بزاف من الاهمال ومن البطاله والهشاشه انت الدرب مزبل ما كيدخلوش صحاب النظافه صحاب ليديك ما جاوش يركبوا الضو ما كيتنقص بالليل شويه ديال المعاناه كاين الناس كيصرفوا في الماء بزاف يعني كنعرفوا ان البلاد ديالنا كتعاني من ترشيد المياه ترشيد الصغير المياه ولكن بغيت مثلا تبغي تدخل الدار جاي من العمل ديالك تبغي تدوج مع 12 ديال الليل جاي من العمل تبغي تدوج ما تلقاش الماء كي غتحس تدخل تحس خانز ما يمكنش راه هادشي اللي كنطالبوا من هاد الناس هادو يديو شويه في هاد الخنت هذا وكنشكروا العساس من هاد المنبر هذا العساس راه هو قدم دار الشكايات ديالو ولكن الله غالب اخويا راه ما جا حتى واحد هادشي اللي كاين وعندنا وليدات صغار هما كتشاهدوا كاين الظلام اجي امير اجي الشباب كيعانيوا من قطع الكهرباء ما